تفرج على عرض سحري مع بعض. فرايدي 13 عادة يوم غير محظوظ. هنا المسرح طبعا هذا عرض خاص لنا فقط لعاد مشي. شوفوا ما في احد ثاني. في شخص هناك بس مين هذا الشخص؟ هذا اسمه ريك. ايوه اسمه ريك. يقول هو مره خايف. تخاف يا واد خليك رجال. شوف حتى ايمان هي بنت جنبك ما تخاف. ايمان اشترت هذا الفيس من زمان وكان مره غالي دحين تبغى تبيعه ما قادر تبيعه. طيب يلا نجلس. مين متحمس؟ هذا هو اللي حاطين العرض. توبي اسمه توبي. هي يقول ما ادري ليش ذكرني شكله بهاري بوتر. حيبدا جيت في الوقت المناسب. انطفت الانوار حيبدا العرض الحين. ياي حماس. Ladies and gentlemen, welcome to the magic show. يلا ورينا عرض كويس. ها امي نبغاك تاخذ ايمان وتقصها بالنص. ايوه لا انت سحر خدع خدع مو حقيقي ايمان. او خذ انس خليه يختفي. ايش بيسوي دحين؟ اوه فجأة جاب الماجيك واند. واو ولا نا... اوه العاب نارية. هذا كان مرة حلو. يبغى كمان اكثر من كذا. ايش هذا؟ ايوه يلا يا هري اخذها جاي. احتاج متطوع واختار ايمان. ايوه ايمان يلا اطلع المسرح قومي. اطلع المسرح. اوكي انا هنا. اوه نو ايش حيسوي فيك؟ انا شوية خايفة. اوه فتح ذاك الباب. في صندوق جوا. ادخلي جوا الصندوق يقول. اوكي اوه نو ايش حيسوي فيها؟ يقول حخليكي تختفي. لا اختفت. فين رحت ايمان؟ ما رح. والله شو كيف شكله خايف. شكله خايف. انا ما اعرف فاني. خليني نشوف الصندوق الثاني. اوه حيفتح. فينك ايمان؟ فاني؟ ايمان خايفة ترى مرة. هي داخل حفرة ولا شيء. انا قاعد طالع شاشتها. يقول كان المفروض ايمان تظهر في ذاك الصندوق بس ما زبطت الحركة. ساعدوني. هو خايف دحين. في شيء غلط صار. يقول هدوا اعصابكم كنت بمزح معاكم. وانا هنا. يقول ايمان هناك. اوه والله كان عرض كويس. صفقوا صفقوا. كان عرض كويس. دحين احتاج متطوع اخر. انا ايمان مش هي مرة ثانية. ليش انا؟ اوكي يلا ايش تبغى يا هري؟ بسألها تبغي تطير؟ ايوه انا ابغى اطير. اوه بتطير. بس تعبت خلاص ابغى انزل. نزلها خلاص تعبت. لا اوه بتدوخ. هستفرغ. اوه نو حتستفرغ علينا. احد يوقفها. ها؟ فين رحت؟ ها؟ رجعت. بس كان عرض حلو ايمان. لا ايش بو كذا فجاه صار شكله مريض. وحنتقم من هذه المدينه. ايش بو كذا زعلان على المدينه. يلا نشل. العرض الحقيقي يقول حيبدا الحين. وحوش. احنا جينا نتفرج على العرض مو عشان نتقاتل. يوم الجمعه 13 2 بي ام. متى كان هذاك الوقت لما تفرجنا العرض؟ دحين رجعنا الوقت 10 ساعات قبل العرض. ايش القصة هذه؟ رجعنا 10 ساعات قبل العرض دحين. اوه شوفوا حديقة حلوة. اوه يمدينا نتفاعل مع الاشياء هنا. حتى شوف البط. لقيت فلوس. لقيت فلوس. هشتري لمنيد. في شخص هنا مفقود. لمنيد. اوه في فلوس انا. اخذته. بنستنى صديقنا ريكي حيجي دحين. هو اللي بيسوق الباص؟ لا مو هذا. ريكي. معلش تأخرت عليكم. لازم نشتري اكل ونجهز لليله. هنا في سوبر ماركت حق السوبر ماركت نايت. قوم يا هوي نبغى نشتري. يقول بس كنت باخذ غفوه. اعتقد اهم شيء ناخذه معانا مناديل حق الحمام. لا بابا بلوكسي كولا. ريت كولا. اوب طيحتها بالغلط. ليه ما تساعدنا ريكي؟ يقول عشان انا حدفع. ما عنده مشكله تدفع خليك واقف هناك واحنا نجيب الاشياء. طيب اشترينا كل الاشياء اللي نحتاجها. يقول انتوا رايحين محل اليوم؟ ايوه احنا رايحين نتفرج على فيلم في الغابه صح؟ ايوه. قول اقترح عليكم انكم تشتروا مضارب. انا عندي مضرب اي واحد يقرب مني يا ويلو. هيا ريكي يقترح ان نشتري بيتزا. يقول اخيرا في زباين. شفتي كيف لما تخدمي ناس لازم تبتسمي؟ فانت على اليوتيوب فابتسمي. ابتسم. ما في ابتسام فين؟ يقول ما عنده فلوس. كيف نشتري بيتزا؟ في شيء تقدر تسويه هو ان ننظف ونرتب المكان. شوف المطعم كيف كب كب. اذا رتبت المطعم حاعطيكم بيتزا. يقول رتبوا رتبوا بسرعه ما في وقت كثير. يلا نرتب. باقي 6 ثواني. رتبنا. ياي سوينا شغل مثالي. يقول 8 ساعات قبل العرض السحري. حلو كاني بتفرج على فيلم. في ناس هنا بس في الحديقه. ايوه ايش بيسووا؟ وهذا توبي من ال من عرض في البدايه. أيوه. يقول ما عندي فلوس. هذول متنمرين يبي ياخذوا فلوسه بوليز. أيوه. اضرب لا تلحق. شوف المتوب. ياي. باقي واحد. لازم تتعلموا ما تتنمروا على الناس. توبي انت شكلك ولد طيب كذا. ذكرني بهاري بوتر. يقول هذول الاولاد من مدرسته دائما يتنمروا عليه مسكين. كل بيتزا بابا ما
يبغى بيتزا. يقول البنت المفقودة في اللوحة أخته. احنا آسفين يا توبي. راح نساعدك يا توبي، ندور على أختك. هنروح المكتبة دحين. يقول اسكتوا. لا تطلع أصوات كثيرة ها. دور على كتاب يساعد توبي للحصول على أخته. في شيء بيساعد في الكتاب يا توبي؟ في واحد اسمه هاري فقد قبل 13 سنة. هذا شيء غريب صح؟ يقول انتبهوا في الغابة عشان أختي اختفت هناك. لسه تبي تروح الغابة؟ لا أيوه. كانت في نزهة مع صديقة روبن. دحين الساعة 9 في الليل، 3 ساعات قبل العرض. شوف اللوحات هذه كل مكان في الحديقة بتعلن عن عرض سحري. أوه نروح للعرض؟ الساعة 12 في الليل. توبي يقول حروح البيت أول بعدين ألحقكم. أوكي. 10 دقائق بعد العرض. دحين رجعنا. هاري يقول يمديكم تقعدوا هنا مع وحوشي. أنا مشغول في المدينة، عندي شيء لازم أسويه، عشان كذا بختفي وبترك الوحوش هنا. لسه عندنا البيسبول بات صح؟ أيوه يلا. عندنا. توبي يقول لازم نروح المدينة ونوقف هاري. ليش هو هاري ايش حيسوي في المدينة؟ او او آه! او يلا نقتل الوحوش بسرعة بسرعة بسرعة. هم حيموتوا. يلا بسرعة بسرعة. قتلنا واحد. ياس ياي قتلنا الثاني. اوف لسه في كمان. هذول نفسهم ما يموتوا، ما يمدينا نقتلهم. يلا نجري نجري، تعالوا ورايا. متنمرين اللي ضربناهم من اول تتذكروا؟ يبغى ينتقموا منا. حتى هم عندهم بيسبول بات. قاعدين نحاول نشرح لهم ما نحتاج نتقاتل دحين، في وحوش ورانا. حيساعدونا نتعارك مع الوحوش ولا شكلهم حيشردوا خايفين؟ ما انا مش فاشئين. هذا هاري بيضربنا. هاري اوه والله هاري عنده حركات سحريه. اوه ايوه هو مره بيختفي يطلق شيء علينا. مره قوي الوحش هذا. اضربه دحين دحين وقت. يلا هاري ارحمنا يا هاري، انا ما نعرف هذا الخدع السحريه. لا يا هاري. اوه يلا أوه يلا اضربوه اضربوه بسرعه بسرعه. اضربوه يا جماعه. ليش بس هو يبغى يقتلنا؟ طب حيجي هنا. يلا 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 يلا. يقول اعتقد لازم يكون اسرع من كذا. اوه حيكون اصعب دحين يعني. هاري يا هاري او ماي جاد مره صار قوي. يلا يلا يلا. انت تعتقد يمديكم تلزموني؟ يقول مره اضحك. انتم ما تعرف انا قد ايش تعبت. مره تعصب يا جماعه. لا تموتوا يا جماعه، لا تموتوا لا تموتوا. الناس كانت تحكم علي وانا ما سويت شيء. يقول مره زعلان مره متعصب. ايش هو؟ هدي اعصابك يا هاري، خلينا نناقش الموضوع. طيب او ماي جاد في كل مكان كل مكان. بتمطر دوار سوداء. روح للدرجة. أوه نو. هنموت كلنا ولا لا؟ أنا موت. يقول استخدم كل طاقته خلاص. أنا حنتركك لحالك بس رجع أصدقائنا. أوه رجع أصدقائنا. هذا قصته ما عنده خيار. الحين هاري بيحكينا قصته. في 1999 لقى كتاب في هذا الغابة. أوه. ما كان كتاب عادي. إيش قصته؟ كان كتاب عن السحر، سحر أسود. أوه الهاب. لما كنت صغير كنت دائما بكون ساحر. ومع هذاك الكتاب تعلمت سحر ما حد قدر يتعلمه. أوه. كانت فرصة إني أصير ساحر وأحقق حلمي. كلهم حبوا خدع السحرية، مو كلهم يعني معظمهم. يقول بعض الناس في مدرستي اعتقدوا إن أنا كنت خطر عليهم وتنمر علي في المدرسة. يقول أوه مسكين هاري. واحد الأيام عزموني في الغابة حتى أنا أوريهم خدعي وازعجوني كثير، وكانوا يبغوني أوريهم عرض سحري في الغابة، لكن حطوني في حفرة في الغابة حتى أموت. بس يقول مثل ما شايفين أنا عايش لأني عملت سحر وخرجت، بس بهذاك السحر دخلت مكان مظلم وجلست هناك في هذاك المكان طول الأيام إلى هذا اليوم، وطول الوقت بحاول أرجع هنا حتى أنتقم بس ما قدرت. فخطته إنه كان يحول الجميع إلى وحوش ولا لا؟ ها إيش هذا الخطة؟ هاري لا تشيل هم، أنا هنكون أصدقائك. أيوة خلاص إحنا هنكون أصدقائك، أهم شيء لا تزعل. أيوة إيش رأيكم؟ هو كان يبغى يقتلنا. يقول ما حد يقدر يساعدني خلاص، برجع أختك. يقول ياي الأختنا وروبن. روبن رجعوا. خلصنا اللعبة. إن شاء الله عجبكم هذا الفيديو. إذا عجبكم أعطوه لايك. إذا ما عجبكم أعطوه ديسلايك. إذا ما أنتم متأكدين أتركوا تعليق تحت الفيديو. مع السلامة. مع السلامة.